وايتر في ألاسكا، بلدة تعيش تحت سقف واحد وتحاكي الحرب الباردة. يبدو أن بلدة وايتر في ألاسكا تعيش في ظروف جغرافية وسكانية فريدة من نوعها. يعيش 300 شخص في هذه البلدة الصغيرة، ومن المثير للاهتمام أن 85% من السكان يعيشون في مبنى واحد يعرف باسم بيتش تاورز، والذي يتألف من 14 طابقاً. هذا المبنى كان جزءاً من تركيبة أكبر للدفاع العسكري خلال الحرب الباردة. يضم العديد من المرافق ضرورية للسكان مثل المستشفى والمدرسة ومركز الشرطة والمتاجر والكنيسة ومكتب البريد وحتى الحكومة المحلية. يتوفر داخل المبنى ممرات وممرات للوصول إلى هذه المؤسسات المختلفة، مما يجعله مجتمعاً كاملاً تحت سقف واحد. يبدو أن وايتر تقع في موقع نائي وصعب الوصول إليه، حيث يمكن الوصول إليها فقط عن طريق نفق تحت الأرض، تحت نهر جليدي أو عن طريق البحر. في الشتاء يكون الوصول إلى البلدة عادة عن طريق القطار عندما تكون الأحوال الجوية مناسبة. باختصار، بلدة وايتر في ألاسكا تمثل حالة فريدة من نوعها، حيث يعيش جميع السكان تحت سقف واحد في مبنى ضخم، وتعتمد بشكل كبير على هذا المبنى لتلبية احتياجاتهم المختلفة.